هذه أول شحنة إن شاء الله اللي راح توجه إلى إيطاليا، والحمد لله وفقنا ربي سبحانه، كانت في الأجل المحددة ما كانش فيها تأخير. وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل لكل العمال، ونتقدم بالشكر ثاني للمؤسسات العمومية على رأسهم غرفة التجارة لولاية سطيف اللي سهلون عملية الحصول على السيرتيفيكات دوريجين، معاهم ثاني مصلحة الجمارك اللي سهلونا في الإجراءات تاع المعاينة المباشرة هنا عند التعبئة، والحمد لله ما زالوا إن شاء الله جايين عمليات أخرى.